حضراتكم مرة تانية والفقرة الأخيرة اللي كنا بننوه عنها في بداية الحلقة، وتكلمنا إن إحنا يعني ملف في غاية الأهمية وهي الفيتامينز عامة. إحنا بنعيش بصحة مفروض جيدة، لكن مهم إن إحنا نعرف أو نفهم كمان جسمنا محتاج إيه، خصوصا من العناصر الغذائية والفيتامينز، وإزاي ممكن إن إحنا نعوض أي نقص، كمان إزاي كمان نعرف احتياجات جسمنا تحديدا، هل في تحاليل معينة، هل في أعراض معينة، كل ده محتاجين نعرفه بالتفصيل. بس خلينا نرحب في البداية مع الدكتورة العظيمة جدا واللطيفة جدا الدكتورة دينا أبو السعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. بجد صباح الفل ومنورانا. صباح الخير يا نهوان. دي قمر انت انا ليه بقول يعني العظيمه جدا، انت معلوماتك كتيره ومفيده، وانا بجد عايزه اقول لك ناس كتير بتسال، وانا عندي اسئله على فكره، احنا داخلين الفقره دي وعندي اسئله كتيره جدا، فجاهزه معاكي على طول. نبدا بقى في فكره، هنا خلينا ناخد الموضوع من البدايه. الفيتامينز اللي في الجسم لازم تكون موجوده بنسب معينه، ولازم لو حصل اي نقص ان احنا نعوضها مره تانية. التعويض ده اولا بيكون بإزاي؟ يعني الحاجات الطبيعية، الطرق الطبيعية، ولو أنا محتاج حاجات إضافية زي مالتي فيتامين أو مثلا مكمل غذائي نعمله إزاي برضو؟ فعلا يعني هواند، قصة الفيتامينات والمعادن قصة يعني كل الناس دلوقتي بتجري على الفيتامينات والمعادن، بقى عندها وعي شديد ان الاكل الصحي مش كفايه. صح. هل الفيتامينات والمعادن مهمه؟ مهمه جدا. في ايه؟ في الوقايه من امراض كتيره جدا، في 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 شكلنا، في شعرنا، في تركيزنا، في عدم نسياننا، في طاقتنا، في مناعتنا. كل الحاجات دي بتتظبط. يعني انت عندك مع الفيتامينات والمعادن طاقه حلوه جدا اليوم، احنا كلنا عايزين نصحى من اليوم من النوم كده فريش بقى ومركزين والمود بتاعنا حلو. ايوه طبعا، مش عايزين نصحى نفطر ونرجع ننام، عايزين نبقى فريش وننتج. طيب ايه كمان؟ المناعه مهمه جدا. كلنا دلوقتي عارفين ان في فيروسز كتيره جدا، وبنصاب بالفيروسز، واللي بيصاب بنزله برد بعديها بشهرين بتلاقينا داخل نزله برد تانية. انت كده عندك ديستراكشن ونقص في المناعه. فانت عندك بالفيتامينات والمعادن مناعه، طاقه. طيب اتكلم بقى في حته الستات، لان انت عارفه يا نهواند معروف بقى لي 7 سنين بتكلم في كريمات تجميل، فمش هنسى الحته دي ابدا. ان بالفيتامينات والمعادن وشك هيبقى حلو، ما زي القمر زي كده، ونضاره حلوه، ومش هتلاقي فيها هالات سودا، مش هتلاقي فيه تجاعيد والحاجات اللي بتدينا عدم ثقه بنفسنا. صح. لا اقلل من كريمات التجميل اطلاقا، لكن كريمات التجميل لوحدها لو عندي نقص، صح، لازم اصلح البيز، يعني اصلح البيز وبعدين ابتدي من بره، لكن لازم يبقى من الروتس من جوه. بالظبط. حلو جدا. طيب دلوقتي انا شخص مثلا، خلينا ناخد اكزامبلز مختلفه، واحده او سيده او رجل حتى، لان ده برضو موضوع مش بيخص السيدات فقط، وشها ما فيهوش نضاره، طاقتها مش كفايه. فعلا على فكره انا نفسي اوقات بحس ان انا عارفه، تحس انك ما فيش طاقه، يعني كل حاجه بتعمليها غصب عنك، انت نازله بالعافيه ترجعي البيت تنامي. يعني القصه ازاي لو لقيت بعض الاعراض اللي انا دلوقتي قلتها لحضرتك المختلفه، ازاي ابتدي احس ان انا عندي حاجه غلط، وايه الخطوات بقى السليمه اللي اتبعها؟ بحس ان انا عندي حاجه غلط من التعب اللي قلتي عليه، طاقتي مش كفايه، دوخه مثلا، دايخه على طول، من اقل مجهود، من اقل مجهود، يبقى عندك مشكله في كرات الدم الحمراء، عندك انيميا، ضيق التنفس برضو، عندك انيميا. ستات كتيره جدا بتعاني من ان عظمها وجعها، يعني صح. ومع التقدم في السن وكده بيحصل مشكله في هشاشه العظم وكثافه العظم، فبتلاقي دي برضو مشكله كبيره. الشعر لما بيتساقط والضوافر اللي بتتكسر، انت كده عندك نقص اكيد في الفيتامينز والمينرالز. عندك عدم التركيز، احنا على طول بنقول ايه، مثلا جدتي ما كبرت مثلا، ما ده دلوقتي واحنا في العشرينات والله. الموضوع ما بقاش مقتصر على السن، لان عندي نقص في فيتامين بي كومبلكس المهم جدا لصحه الدماغ، وفعلا ما بقاش مقتصر بالسن. طيب دي الاعراض، وطبعا شحوب البشره، وحاجه مهمه لما بنيجي نغسل سناننا ساعات بينزل دم. احنا عندنا كده نقص في فيتامين سي، كدمات، تصحي منهم تلاقي كدمات. بقى واحدة، انا عندي بيحصل كتير كدمات، ده حاجه بقى شخص، ده سؤال شخصي، دي ايه بقى القصه؟ ده نقص ايه؟ نقص فيتامين سي. لازم فيتامين سي. فيتامين سي. طيب دكتوره دينا، انت كلمتينا على فيتامين سي، وكلمتينا على فيتامين بي، وكلمتينا على كالسيوم عشان هشاشه العظم. هنلاقي الكلام ده كله فين؟ الحقيقه شركه بايو ناتشرالز عملت منتج، او انتجت منتج غذائي، مكمل غذائي اللي احنا شايفينه نهاوند على الشاشه،
اكثر من رائع يعني. الحقيقه انا مبسوطه جدا جدا ان انا بتكلم عنه، لان فعلا فيتامين هيبقى مهم لكل الستات من جميع الاعمار، رجال كتير، ستات الحوامل مهم ليهم. طيب ألب مالتي فيت هل هو امن؟ امن جدا، لانه مرخص من هيئه سلامه الغذاء. معنى انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، هنشتري من الصيدليه دايركت، متوفر في جميع الصيدليات. هل لازم روشتة ليه ولا ده سنس ان هو مكمل غذائي مش لازم روشتة؟ ألب مالتي فيت لا، وذاوت بريسكريبشن خالص. لان الفيتامينات احنا هنشوف الكبسوله دلوقتي دي، الفيتامينات والمعادن كلها ووتر سوليبل، يعني الاكسيد او الزياده بينزل عن طريق البول. أوكي. ما بتخزنش في الخلايا زي فيتامين د. طبعا فيتامين د مهم جدا جدا لكل حاجه للست والراجل، لكن فيتامين د مش باخده غير لما بعمل تحليل فيتامين د. اوكي. اللي احنا شفناها من دقيقه الكبسوله بيوريكي كل الفيتامينات اللي فيه. من اهم الفيتامينات الانجريدينتس بقى، المكونات كلها الانجريدينتس. عندي فيتامين سي، فيتامين سي مهم جدا لانتاج الكولاجين، فمش هيحصل لنا تجاعيد. ده اللي انا عندي نقص فيه عشان الكدمات. فيتامين سي كدمات. يعني انا التجاعيد هتجيلي بدري. لا 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 لا. لو قولي الحقيقه يا دكتور ما تجاملينيش. مهم الامتصاص الحديد. قلتي لي ان الهيموجلوبين عندك برضو نازل شويه، فقلت لك برضو خلي بالك من فيتامين سي عندك، لان الحديد اللي بناكله الحديد بيتسمى المعدن الملك، مش بيمتص بسرعه، ناكله وينزل على طول. طيب اللي عندهم فقر دم هيجربوا ألب مالتي فيت، لان الفيتامين سي بيساعد جدا على امتصاص الحديد. حلو. الزنك حلو للمعده وبيساعد برضو على امتصاص الحديد، والفوليك اسيد اللي هو فيتامين بي كومبلكس. طبعا عندي كمان كوبالامين اللي هو مهم جدا لانتاج جرات الدم الحمراء، مهم جدا لصحه الدماغ والاعصاب. عندي الكالسيوم اللي قلت ان احنا نقدر نمنع من هشاشه العظم او ندعم عظمنا وندعم كثافه العظم، لان العظم بيتجدد واحنا صغيرين على طول. عظمنا بيتجدد والتلف بتاعه قليل، بعد ما بنوصل بعد ال20 بيتباطأ شويه، بنيجي على ال30 بنوصل لاعلى كثافه عظم، بعد ال30 خلاص العظم ما بينتجش ويبتدي يتفتت، فبتلاقي كل ما بنكبر بنقصر. بدري قوي، بدري قوي. يعني بعد ال30 ليك؟ طب بعد ال50؟ لا ده هو بيقول لك ان ال30 بتوصلي لاعلى كثافه، البيك بتاع البيك اللي هي ذروه كثافه العظم. طبعا الستات بعد ال50 بيبتدي يحصل لهم شويه هشاشه عظم. أوكي. لان هرمونات الاستروجين بتقع. انا عندي سؤال دكتور دين، دلوقتي ممكن حد يجي يقول لك طيب لو رحنا شويه للشق النفسي، في بعض الناس بتفقد شعر وشها بيبقى شاحب وما بقاش عندها طاقه، بس ده بيبقى راجع لمشاكل نفسيه، توتر، انكزايتي، الحاجات دي كلها، هل دول برضو الناس اللي بتعاني من الحاجات دي تقدر ان هي من خلال الفيتامين يظبط عندها النسب فالوضع يبقى احسن؟ ألب مالتي فيت هايل لتدعيم القصة دي. الاكتئاب والانكزايتي بيبقى نقص فيتامينات ومعادن، مينلي فيتامين سي حلو جدا. انت عندك فيتامين بي كومبلكس مهم جدا للاعصاب، عندك فيتامين سي وفيتامين اي الاثنين مضادات اكسده، لان كلنا بيحصل لنا اكسده من التهابات او الفئه اللي بتدخن بيحصل اكسده، التلوث الجوي، اشعه الشمس، فكل الحاجات دي بتعمل لي خلايا شارده في الدم ماشيه تبوظ لي حاجات، فلازم استخدم مكمل غذائي يلتهم الخلايا الحرة دي وما يخليهاش تمشي في الدم. أوكي. فأنت عندك كمان بتقلل الالتهابات وبتدعمي الطاقة، فكل الحاجات دي بتخلي الاكتئاب يقل ده مع الاسترس. بس ده خبر حلو يعني. جدا، لأن خلي بالك من حاجة دكتور، برضو الناس اللي هي بتعاني من مشاكل عصبية أو نفسية دي بتلجأ لأدوية ربما بتكون مش الأفضل في فكرة هنا، يعني المهدئات والحاجات اللي زي كده، بتهيألي دي ليها أضرار برضو كمان لو اتخذت بشكل مكثف. فإحنا بنتكلم لا، أنت بتتعالج مش من خلال حاجات تضر جسمك على اللونج ران، أنت بتتعالج من خلال فيتامينز أنت بتفيد جسمك بيها. لازم يدعم جسمه. دي نقطة مهمة طبعا. أدوية الاكتئاب والمهدئات لا يمكن تتاخد تحت إشراف طبيب إطلاقا، والحاجات كمان بتبقى بريسكريبشن، يعني الحاجات الجدول لازم تبقى بروشتة، ما ينفعش يعني صيدلي أو كده يطلعها إطلاقا من غير روشتات. لكن نقدر ندعم صحتنا النفسية، ندعمها بألب مالتي فيت، لان هو فيه الحقيقه كل المكملات، كل الانجريدينتس المهمه للاعصاب وصحه الدماغ وعدم الاكسده. العبوه هتكفي شهر،
بس هو الكورس 3 شهور صح؟ وبعدين ممكن اقف شويه وارجع ولا ازاي؟ ما عنديش مشكله ان انا اكمل على 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 الب مالتي فيت، لان التركيز بتاعته مش عاليه، هو اعلى تركيز في الزنك، والزنك ما بيتخزنش، بينزل على طول. أوكي. فيتامين سي فيه 500 ملي جرام على اساس ان احنا محتاجين 1 جرام، فانا سايبه للناس سبيس ان هم ياكلوا سلطات يعني. أوكي. وياكلوا سترس. فيتامين بي كومبلكس الكونسنتريشن بتاعه حلو جدا، ما بيعملش اي سميه. عندك الكالسيوم مهم جدا، لان بعد فتره الجسم العظم محتاج كالسيوم لانه لا ينتج بعد صحيح. سن الخمسين. الكوبر نسبته قليله، فما عنديش اي مشكله ان انا امشي عليه لايف تايم، لان هو في ثلاثه فيتامينز مهمين جدا، لكن دول بيتاخدوا بعد التحليل، فيتامين د، فيتامين دي، فيتامين كي، وفيتامين الف اي. طب انا عندي سؤال بقى خاص بالاطفال، لو جيت دلوقتي اتكلمت انا ام وعندي مثلا اطفال في سن صغير اقل مثلا من 10 سنين وشايفه ان هم بياكلوا حلويات كتير وحاجات زي كده، فدي برضو ليها اضرارها، هل انا اقدر اعوض ده بفيتامين برضو زي مالتي فيت اللي احنا بنتكلم عنه، ولا الموضوع في السن الصغير مش احسن حاجه؟ هو ابتداء من 13 سنه. ونصيحه ليا لكل ام فعلا، بلاش ده. يعني كنت مره بشوف اختي معاها بنوتتها الصغيره داخله الحاجات والكانديز، قلت لها ايه اللي انت بتعمليه في بنتك ده؟ لا، لان ده بيسوس السنان، وبعدين بتعليلها سكر كتير، مش ده اللي هيديها طاقه. اكليها اكل صحي احسن، او لو ولد حتى الاكل الصحي افضل بكتير من كميه الكانديز. وبقول لكل الناس من كل الاعمار تجنبوا السكر. يقول لك لا انا بحب اشرب 10 معالق سكر على مدار اليوم على الشاي والقهوه. انا مش عارفه الناس دي ازاي بصراحه. لا، ده في ناس مش على مدار اليوم، ده في ناس في الكوبايه الواحده بياخدوا 4 أو 5 معالق ده سكر. ايوه ده كارثه، دي مش حلوه خالص. يعني يقول لي طب خلاص خلاص، احنا زي ما دينا بتقول هناخد الب مالتي فيت وناكل كل سكر براحتنا. الب مالتي فيت قيم، لكن ما تاكلوش سكر برضو. مش هتحاول تهرب يعني. بالظبط بالظبط، مفيش فايده. طيب ده الاطفال. الناس الكبار السن هتكلم مثلا 60 بلس، الوضع ايه برضو؟ الموضوع امن، ولا لو الشخص بياخد ادويه معينه، في ادويه سكر، ادويه ضغط، ادويه قلب، يعني برضو عشان نطمن الناس؟ اوفر 60 مهم جدا ليهم يدعموا دمهم بالالب مالتي فيت، لان اوفر 60 الدوره الدمويه مش قد كده، مش زي الشباب. الاوفر 60 عندهم برضو بيبقى نقص رهيب جدا في الفيتامينات، فبتلاقي الدم مش بيوصل للمخ زي الشباب. الفيتامين بي كومبلكس مش بيوصل، فبيحصل لهم نسيان وعدم تركيز. اوفر 60 بيحصل لهم هشاشه عظم اكيد. اوفر 60 مناعتهم مش زي الشباب، فلازم يدعموا دمهم بالب مالتي فيت اللي فيه كل الفيتامينات من فيتامين سي، فيتامين اي، كالسيوم. اصحاب الامراض المزمنه زي السكر اكيد بنصحهم جدا ان هم يمشوا اكيد بالبريسكريبشن بتاع الدكتور بتاعهم او الدكتوره بتاعتهم، ويدعموا جدا بفيتامين سي، لان فيتامين سي بيظبط لي مستوى السكر في الدم. أوكي. فيتامين سي بيظبط مستوى الب مالتي فيت اللي فيه فيتامين اي، بيظبط مستوى الكوليسترول، لان فيتامين اي هو اللي بيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. اوكي. فالدهون الضاره تيجي تتاكسد تترسب لي على الاوعيه، تعمل لي جلطات سواء في الدماغ او في القلب. فيتامين اي من اقوى الفيتامينات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها لعدم الاكسده، انها تقدر ما يحصلش اكسده ويحصل ترسبات على الاوعيه الدمويه. سيف جدا جدا لاصحاب المرضى المزمنه. مع يعني طبعا اللي عندهم لا قدر الله فشل كلوي، اكيد اي حاجه بياخدوها بيستشير الطبيب، او عندهم التهابات في الكبد، اي حاجه بياخدوها. بس غير كده انا مش لازم اعمل التحاليل قبل ما اخد اي فيتامين عشان اعرف ايه النقص عندي، ولا ممكن يتعمل برضو مش هيضر يعني؟ هو اوريدي الب مالتي فيت كل الفيتامينات اللي فيه ووتر سوليبل، ما عنديش اي سميه فيها. الفيتامينات اللي بيتعمل لها تحاليل ثلاثه، فيتامين اي، فيتامين كي، والمهم جدا فيتامين دي اللي ناقص عندنا كلنا يعني. ده عشان اللي هو الشمس، تعرض الشمس، تعرض للشمس والاسماك الدهنيه. طيب دلوقتي ممكن حد يجي يسال مثلا من الساده المشاهدين، انا استمريت على الب مالتي فيت فتره طويله، ايه بقى المتغيرات اللي هلاقيها؟ هل خلاص شعري هيبقى كويس جدا، وشي هيبقى كويس جدا، مودي هيبقى كويس جدا، ولا برضه هيبقى في احتماليه وعرضه ان في حاجات ثانيه تحصل؟ بالنسبه للشعر هيبقى رائع، مش هتحس ان شعرك بدا يقع، لان هو مليان بيوتين.
حلوه جدا. بايوتين، فيتامين بي 9 مهم جدا لصحه شعري وكثافه شعري، مش هلاقي ان شعري خفيف. مهم جدا للضوافر. أوكي. يعني انا لما بدات استخدم الفا مالتي فيتا انا كان عندي مشكله في الضوافر رهيبه، طولت ما بقتش تتكسر. حلو. بالنسبه للتعب والاجهاد ده بنشوفه من سن مبكر، هتلاقي حلو جدا، هتلاقي طاقتك اليوميه، ادارتك لطاقتك، تعاملك مع الناس، اثبات نفسك واهدافك هتبقى احسن. بالنسبه للتركيز هيبقى حلو جدا، ودلوقتي اعتقد ان فتره امتحانات فبقول لكل الطلاب استخدموا الف مالتي فيت، لان طول الوقت عندهم ضغط عصبي صح وعدم تركيز والمواد والامتحانات والحاجات دي كلها بتعمل ضغط على الدماغ. لما ييجوا يستخدموا الف مالتي فيت هيلاقوا تركيزهم اعلى، قوتهم في الادراك اعلى، طاقتي مناعتي مع استخدام الف مالتي فيت مش هيجيلي نزلات برد كتير. طبعا لازم اقول ان هذا المكمل الغذائي الرائع موجود في جميع الصيدليات ومرخص من هيئه سلامه الغذاء، بيديكي امان. دي نقطه طبعا في غايه الاهميه. طيب الناس اللي بتروح الجيم، سالك على كل الفئات بقى، الناس اللي بتروح الجيم دول اوريدي بيبقوا بياخدوا برضو حاجات مكملات غذائيه وكده، هل برضو يقدروا ياخدوا الف مالتي فيت مع المكملات دي ولا لازم يا ده؟ الناس اللي الولاد والبنات اللي بيروحوا الجيم لازم ياخدوا الف مالتي فيت. الفيتامينات والمعادن هتبقى مهمه ليهم جدا مع البروتين. بروتين مهم لبناء العضلات، فيتامين بي كومبلكس، عائله فيتامين بي مهم جدا للاعصاب ليهم، لان بتلاقي اللي بيحب يشيل اوزان تقيله بيجي مش قادر، فبتلاقي جسمه بيرتعش، اعصابه مش قويه، عايزين اعصاب حديد نقدر نشيل اوزان اكتر ونبني عضلات. نقدر نستخدم الف مالتي فيت وناخد الف مالتي فيت لانه في ده. عندي الكالسيوم مهم لعظمهم جدا، زي ما احنا شايفين على الشاشه دي المكونات بتاعته. عندي كمان ليهم فيتامين سي هيبقى مهم جدا للمناعه. أوكي. والزنك، الزنك مهم للمناعه عشان لو انا بستخدم انسترومنت او جهاز مش متعقم، حد قبلية كان بيلعب بيستخدمه يعني، فبتلاقي الموضوع مش ناقص. ايوه الموضوع مش ناقص يا جماعه، كحولنا معانا والف مالتي فيت معانا، هنلاقي ان شاء الله عندنا مناعه كويسه. حلو جدا. طيب خليني برضو اروح معاكي للدوزز، يعني عشان ناكد على الناس، احنا بناخد الدوز مره قبل الفطار، مره قبل الغداء، وفي ناس على فكره بتحب تجود، يعني في ناس تقول لك طب ما اخده مرتين ما هو جايب نتيجه كويسه في اليوم وحاجات كده. الف مالتي فيت يعني هوانت بيتاخد وانس ديلي، مره واحده، ما نكترش عن مره. اهو الكلام واضح بالظبط، لقينا نتيجه حلوه ما نكترش عن مره. ما هو دي مهمه جدا. لازم كل الناس اللي بتتفرج علينا يبقى عندهم وعي شديد ان اي حاجه بتزيد عن الحد بتقلب ضد. صح. فانا بقول هي مره، وزي ما انت قلتي انا هوانت ما نكترش عن مره. مره واحده انت بتاخدي بكبسوله واحده بتاخدي فيتامين سي واي وفيتامين بي كومبلكس، بايوتين، فوليك اسيد، كالسيوم، يعني ايه تاني؟ فمره بعد امتى؟ انا بنصح بعد الفطار، عشان زي ما انا قلت بيدي طاقه حلوه ومناعه حلوه عشان ننزل حلو نعرف نعزز مناعتنا وطاقتنا، نشوف بقى الدنيا عايزه ايه مننا. ايوه بس نبقى في الامان. دكتور دينا نورتينا بجد، ومعلومات بجد دايما بتفيدينا بيها. نقابلك ان شاء الله في حلقه ثانيه وموضوع ثاني اكيد يهم حضراتكم. نشوفكم في حلقه جديده، ويعني يا معاشر الصبح في الاهلي اكيد معايا انا وكريم. مع السلامه.